أهلا بكم. دمار كبير تسبب فيه العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من الشهر الماضي، شمل معظم قطاعات البنية التحتية والتي أثرت على حياة المواطنين الفلسطينيين. الأمم المتحدة قدرت أن الهجمات الإسرائيلية دمرت أكثر من 41 ألف وحدة سكنية وألحقت أضراراً بأكثر من 222 ألف وحدة أخرى. وإجمالاً فإن 45% من الوحدات السكنية في غزة تعرضت لتلفيات أو تهدمت. المستشفيات والمدارس لم تكن بعيدة عن العدوان الإسرائيلي. أشار مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إلى أن 279 منشأة تعليمية تضررت، أي أكثر من 51% من إجمالي عدد المنشآت التعليمية، بينما كانت 9 فقط من مستشفيات القطاع البالغ عددها 35 تعمل بشكل جزئي، أما الباقي فقد أوقف الخدمات الطبية رسمياً. البنية التحتية للمياه والصرف الصحي كانت هدفا هي الأخرى للاحتلال، حيث أشارت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين إلى أن نحو ثلثي سكان جنوب غزة لا يستطيعون الحصول على المياه النظيفة بسبب نقص الوقود، مشيرة إلى أن محطة تحلية مياه البحر في خان يونس تعمل بنسبة 5% من طاقتها. قال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية إن معظم مضخات الصرف الصحي في غزة وعددها 65 خرجت عن الخدمة، وبدأت مياه الصرف الصحي تتدفق في الشوارع في بعض المناطق، كما توقفت خدمات الاتصالات في القطاع بعد نفاد الوقود، بينما تعرضت منشآت البنية التحتية للاتصالات للقصف والتدمير. هذه الأوضاع أثرت على الأمن الغذائي لسكان غزة، وتوقفت المخابز عن العمل بسبب نقص الوقود والمياه والدقيق، بالإضافة إلى ما لحق بالبنية التحتية من دمار، كما أصاب الدمار آخر طاحونة تعمل في غزة وتعطلت بشكل كبير. في تقدير أولي توقعت وكالات تابعة للأمم المتحدة أن يرتفع معدل الفقر بين 20% و45% في غزة على حسب المدة التي ستستغرقها العدوان الإسرائيلي، كما توقعت انخفاض الناتج المحلي الإجمالي في القطاع بين 4 و12% في العام الجاري. مشاهدينا الكرام، كان هذا عرضاً بشأن الدمار الذي شهده قطاع غزة على مدار الأسابيع الماضية جراء العدوان الإسرائيلي. شكراً جزيلاً على طيب المتابعة.